تركيا في دقيقة. الرئيس أردوغان يجدد تأكيده أن تركيا ستكون واحدة من الدول النادرة في العالم التي تمتلك البنية التحتية والتكنولوجيا لإنتاج طائرات حربية من الجيل الخامس بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا. تركيا تصدر ما يقرب من 1,120,000,000 دولار من منتجات صناعات الدفاع والفضاء والطيران في 2021 بزيادة بلغت 11 ضعفاً في المبيعات إلى إفريقيا. مجموعة زاد العقارية للاستشارات، زاد رأي وسداد. للتواصل 0555-110-92. وزير الدفاع خلوص أكار يشدد على أن بلاده مستعدة لتبديد القلق الفني لدى الحلفاء بخصوص منظومة S-400، ويؤكد أن الحلول المعقولة والمنطقية ممكنة دوما. شهدت تركيا مبيع نحو 2.8 مليون عقار خلال الأشهر 11 الأولى من العام الحالي حسب بيانات من وزارة البيئة والتخطيط العمراني والتغيير المناخي، فإن نوفمبر تشرين الثاني الماضي وحده شهد إجراء 357,446 معاملة بيع عقار. تركيا في دقيقة.